حضرنا اليوم بصفتنا رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في الجمع أو هذا الجمع الذي لما جموع عامة من 2019-2020 إلى حدود 2022-2023. لاحظنا بأنه كان جو هادئ ومسؤول اللي دار داخل النقاش اللي عرفته هذه الجمعة العامة. كانت المصادقة كذلك إيجابية على التقارير التي قدمت وجميع النقاط عرفت استحسان. أعتقد أنه اليوم فريق الوداد الرياضي تحمل مسؤوليته مسؤولية المرحلة ومسؤولية التحديات المستقبلية التي تتعلق بالاستحقاقات القادمة لا القارية ولا الدولية، بحيث أن الفريق الوداد الرياضي كيف كتعرفوا عنده مشاركة في كأس العالم للأندية مستقبلا، وبالتالي أنه يجب أن يتجاوز هذه المرحلة وما كان كذلك وما تم بالفعل وأبان المنخرطون على مستوى عالي، ونهنئهم على هذا الجمع. اليوم كان يوم تاريخي لأنهم لم يحصل في تاريخ الجمع العامة أو تاريخ في تاريخ الفرق أنه تمكننا فريق أو تمكن فريق من الفرق أنه ينظم 4 ديال الجمع العامة وكتمر في جو من الشفافية، جو من المسؤولية والاعتراف، الاعتراف بمكامن الخطأ، الاعتراف بأخطائنا، الاعتراف بنقائصنا، ولكن الإيمان بقوتنا، بقوة طموحنا كوداديين وكجمهور ديال الوداد البيضاوي. اليوم عبروا المنخرطين من خلال انتخابهم بكل حرية على جميع الملاحظات فيما يخص لا التقارير الأدبية ولا التقارير المالية ولا حتى في مجال التصويت على الإخوان اللي تحمل المسؤولية في هذه المدة. اليوم كنظن خصنا نعتزوا كوداديين، نعتزوا بأننا اليوم كننسجموا مع التطور اللي كتعرفوا كرة القدم الوطنية واللي سهر عليها صاحب الجلالة، بغى يجعل من كرة القدم الوطنية ويجعل منها أنها رافعة للتنمية، ماشي غير فقط للرياضة، رافعة للتنمية. اليوم كنبرهنوا مرة أخرى بأننا فعلا نادي الوداد هو قاطرة كرة القدم الوطنية. ربما يمرض، ربما يتعرض لهفوات، ولكن يبقى قوي، يبقى صامد، يبقى في مستوى تطلعات ديال الجمهور ديالو وديال التاريخ ديالو، لأن تاريخ الوداد كيفرض عليهم، كيفرض على جميع الجماهير أنها التأمت في هذه المرحلة الصعبة وخرجت منها الحمد لله بأقل الأضرار وبرؤية مستقبلية. اليوم كنا جعلنا من الشعار ديال هذا الجمع العامة هو نحو نموذج رياضي جديد. فعلا هذا النموذج الرياضي اليوم اللي تبناته واللي غنتبناوه واللي غادي تبرز وغادي نقدمه ان شاء الله في المستقبل القريب، الخطوط العريضه ديال هذا البرنامج اللي هو برنامج يستشرف المستقبل، كيحاول يجعل من هذه المؤسسه فعلا مؤسسه احترافيه تقارع كبار العالم، لاننا اليوم احنا مقبلين في 2025 على المشاركه في كاس العالم نقارع اكبر واعتاد الفرق على المستوى العالمي. خصنا نكونوا في مستواها، احنا اليوم ان شاء الله احنا كنعرفوا راسنا نكونوا سفراء ديال كرة القدم الوطنية.